الفاضل الفرصة للتعريف بجمعية المستقبل في سطور جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، مؤسسة ما تعمل في المجال الخيري والإغاثي، بل هي مؤسسة ثقافية دعوية تعليمية. مؤسسة الشيخ محمد الحسن للبدوي ونخبة والأطر والتجار، وهي اليوم تقوم على ثغرة جزء من الدعوة في هذا البلد، وجزء من العمل الثقافي في هذا البلد، وجزء من التعليم في هذا البلد. اليوم عندها 22 فرع في التراب الوطني، منها 4 في العاصمة نواشور، وعندها دور في التعليم الشرعي في عشرات المحاور، وخاصة في المناطق المهمشة البعيدة في أعماق البلد وبواديه وأريافه. وأسست إطارين جديدين تقريبا منذ سنتين بدأت في هذا المجال. الأول هو منتدى العلماء اللي هذا أعضاء الشيخ محمد المختار الحسن أستاذ مركز تكوين العلماء، والشيخ محمد الأبواء غني عن التعريف، هذا أعضاء مجلس الشورى جمعية المستقبل مع مجموعة من العلماء الحاضرين والأساتذة الجامعيين. والمؤسسة الثانية هي منتدى الوسطية في غرب أفريقيا، هو منتدى ضم الجمعيات الوسطية في السنغال ومالي وغامبيا والساحل العاج وبنان والجزائر والمغرب، وترأس جمعية المستقبل دوريا دورة سنتين، وعقد الآن مؤتمرين. وجمعية المستقبل تمارس رحلات العلماء، خلاصة رسالتها أن العلماء يتحركون لتوصيل الدعوة والعلم والفتوى، ورحلاتهم إلى السنغال والمالي والهيئة الوطنية لأفريقيا كلها الحمد لله متواصلة، وبعثات اللي تجي من الهيئة للتكوين ودراسة هنا من هذه البلدان المجاورة لموريتانيا. الجانب الآخر هو الجانب الثقافي، وخلاصة منهج جمعية المستقبل فيه هو أن تسعى لتوضيح الرؤية الإسلامية الوسطية في مختلف جوانب الثقافة في البلد. وفي هذا السياق هي قررت أنها تبدأ وما تنتظر، وأن تتصل بالفاعلين الثقافيين في البلد، وأن تجعل يدا في يد، وأن تؤازرهم وتدعمهم وتشاركهم في هذا الجهد الكبير الذي يتجاوزنا جميعا، ولكن إذا اتحدنا فيه وتعاوننا وتناصحنا ومشينا في طريق واحد قد يؤدي إلى نتائج طيبة بإذن الله تعالى. الجمعية بناء على نقاش حصل خاصة في منتدى العلماء، رأوا أن هذا الثغر اللي يقوم عليه الإخوة والأخوات الحاضرون اليوم معنا أنه ثغر مهم، وأنه دوره في التأثير في المجتمع كبير، وعلنا كدعاة ينبغي أن ننتهي من الهروب من واقعنا، وننتهي من الانغلاق على أنفسنا، وأن ننتهي من السلبية، وأن نضع أيدينا في أيدي إخواننا جميعا وفق قاعدتنا المؤسسة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في مختلفنا. ووددت أن الشيخ أحمد الحسن يكون حاضرا، هو الشيخ عبد الرحمن الفتل أعضاء المنتدى، ولكن مسافرين كلهم. فتوقعي إن شاء الله تعالى أن تكون لنا لقاءات أخرى، وأن لا يكون هذا آخرها، وأن ننزل إلى ورشات نقاش حقيقي حول إصلاح المجتمع وحول تهذيبه، وحول خاصة توجيه النخبة القادمة والأجيال الشابة الصاعدة، أن نقدم لها إن شاء الله ثقافة رفيعة وفن رفيع ومسؤولية نقوم بها بإذن الله تعالى في المرحلة القادمة. أطلت عليكم وأعتذر، ومرة أخرى أرحب بالجمع الكريم، وأرحب بشعراء آخرين دخلوا بيننا
فنانين آخرين دخلوا بيننا، منهم رسامون ومنهم شعراء ومنهم غيرهم. فأرحب بإخواننا الصحافة، والكلام ليس لي في هذا المقام، بل هو للشيوخ والعلماء. وأدعو الكلام للشيخ محمد أبو وهو، وأعتذر عن إطالتي، والحمد لله أولا وأخيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعمال على ركابي قدم راسي من سبحان الله قدم راسي من الجميع. هون رجع جاي طبعا وقلتكم الحق تدعوا بيهم، أنا والحصر الولاد خضر واجيش طبعا خضر مين صحة تعمل. لكن بيالي بيال عم احنا حمد المولانا اللي خارج يقول الكاري على اثنين مصلحين منين يختلفين علفهم مشكلة، علفهم مشكلة للمجتمع بدأ يقبينا، ولا بد من الجابر ولا نعرفه. احنا منين نخلصوا تاريخ المجتمع نلحقوا ما اكثر اللي رافدين، رافدين الشرائح الاخرى من الاسلام، اللي رافدين يقعوا كانوا رافدين وكيف يرفضوا الزوايا، كيف يرفضوا العرب، كيف يرفضوا الناس كانوا. ورثونهم أباتهم وأماتهم اللي ورثونا أباتنا وأماتنا، هذا حقيقي. ويا رتي قاربي ونعرف عنه حق، لا يتنفر ياسر من الأمور في الخلاف. لكن الخلاف منين يعود مدى ماشي في اتجاه واحد، ما هو اللي وفق كيف قال عبد القاعدة، لكن اللي متوافقين عليه يتعاون عليه، وذاك اللي يختلفين فيه احنا ندير فيه المرجع اللي نشوفه مثلا ما يسجل لي وش هذه القضية. انتم دائما شوفوا هي اللي راهو الحلول كاملة. المجتمع اليوم أساسا وخاصة المجتمع الموريتاني راجي استقلاله بالعلماء، راجي استقلاله بالعلم. احنا ما عندنا جيش كلمة اللي هرب استقلاله، راجي الاستقلال لما حاضرنا بقنوته. كتبوا المستعمرين عنهم ما حد الخالقين، ذول محاضر موجودين ما قد يستعمروا موريتانيا، هذه حقيقة. ولا نمكن كاتبوا للمقاومة قامت ذاتية بجانبها غير اللي خلعهم ذاك الدور العلمي اللي جرف دي الأرض، ولا ظهر على أكثر دور العالم فيه من دور يقيو. إلى عاد في المعركة يقيو في المعركة، وإلى عاد هم اللي في التخليد الأمور الفنية اللي تضبطي احنا نعرفوا يقاو ذاك اللي خلدوا فيها. أمور حقيقية احنا نعرفها. شفت لنا ثلاثة على الماضي كان ماشي متعاون وكان جيد. بقى الحاضر بقى تالي نحن التركة. الشاعر قال وهل إن كان حاضر ولا شقيا لسود بكوني ماضينا سعيدا. ما في معركة. اللي كانوا اللي هالباطل اللي أدرى ما لنا يجيبوا الشيخ منه قوموا بعض على الأقل. رسالة الإسلام ما هي المدعاة. وما أرسلناك إلا كافة للناس، أمرين عود الزوايا داخلين في كافة للناس، حتى يقاوا داخلين في كافة للناس، حتى المجموعة كامل داخل في كافة للناس، ما أقرب له حد من حد ولا يرفض حد من حد. هي رسالة مشاها الله سبحانه وتعالى ومشاها لدرجة جميل وبلغ هذا كاملين وجاتنا جابوا هذا نباتنا وماتنا وصلتنا. وإحنا اليوم هو مجتمعنا عندنا مرض فتاكة منين ما نتعاون وما قدروا نقضوا عليها، عندنا أمراض التفرقة حتى ذي الشرائح اللي أنا نعدها لك كسحان من عدها ما يرى تخليك يرى تشريح واحدة يجري المسلم. إن أكرمكم عند الله ألقاكم اللي قرى الشيخ لك بالآيات، ما أود إن أكرمكم عند الله أكرمكم مبيان، ولا إن أكرمكم عند الله شعاركم وزير الحوض، ولا إن أكرمكم عند الله أكبركم لحية، إن أكرمكم عند الله ألقاكم وصفوا من أي طرف. احنا ضاق فينا امراض منين ما نتحمل عليها، لان وضو فينا حرب ذات ستات مواده، فينا العنصريه الكريهه،
بين كل البلاد وعادة بين البلاد فيما بينهم. ولاية تعجب بتوقع قطع خليط أخي البلاد ما رأي تخلق أخي يجيو وأخي المعلم وأخي الزاوي يطرد الدنيا كاملة كلها بأخي وحدة. أنا بعد بدوري هذا نحصبوا للفن اللي جايبون الفن قطر الموضوع عاد اشتبه طلع من بريميتي يصبح لي السمحة قولوا ليه تشتر العريضة في الناس لنا عربينا وتفوت تلحق الحفيظة في بحال ومال مبينا صلى الله عليه وسلم محال تجبر تغلي الله يكون عم اسمه شينا ونكريك تجبر لي عبدة تنهان لي كل الصهد يكون عبدة من عقدة قدام دعوة نبينا جهال تصبح مرتفدة وتروح الخصلة زينة غير يوم انت استهدى وتقرأ مجتهدة للدين ما هي من كردة وتجيب فيه الدندينة تحرار بذيك القاعدة وتود للدين خليك منار الإنسان شقوا سرح بعضنا لا هذا محور ما هم هذا تيجار لا هم هذا تزوار لا هم هذا تلحر ها وهذا واحد محور واحدة ومنين خليك منار الإنسان شقوا سرح ومنين القرآن مجانا ما عاد كونوا مساوينا ونبيه كيف صغاروا بالدين قالوا قادينا والله عن فخر هانا بس أبقى وتفشينا وتوتسب الخلانا ونبيه كيف ناهينا صلى الله عليه وسلم واخبار هذا بيضاني واخبار هذا حساني واخبار هذا حطاني واخبار هذا لحميلة واخبار هذا فلاني واخبار ذاك زناقينا واخبار العرب والطلبة واخبار الاستقوي فينا واخبار لأنه شتتنا فتنة ويدور الله كي شتتنا وتفوت الأعمار فتنة غدا ومنها وذنينا ومنين حصت علمتنا ومنين نحن حصينا ندور تحرك فتيتنا بعد ما النشيطة زينا إليه ترجع وحدتنا وتعود وحدتنا هذين كنت هرع ومن بداية استغلال الموريتاني وإحنا طالب شيئين قالوا استغلالك ما يخالق مدير الثقافة كان البيض وطبيعة سنة ولين يفقعنا بأثار ما في استغلالها انت قال يا حمد الله واحد منا وأقبل من يقلع عن دار مدير الثقافة الآني معروف قيل هي الثقافة ما في قال العربية تنقال الفن الموسيقى مدرب هذه الثقافة اللي احنا كنا ندوره ودورها تود شايل موريتانيا واحدين منها أول شيء قال ثم متكلم الأول أن كان ثم حرب بين المرابط ميجين مرابط ما صاحب ميجين لكن حرب أشنها ياسم السمن ورؤساء كاملين كانوا لا سواي مع قطعات إلى رئيس من العرب الله يقوم الفنان الفنان ما كان مقوم الرؤساء دائما سواي ما يبدو على القام احنا لا نصافحه لا نصاف الحقيقة هذا أول ملتقى نقول فيه الحق قال هذا ينحسوا من حبسوا إذا هي الغدام الغدام هذا الفن اللي قال الموسيقى معدوه موريتاني ما عنده أيها ولين نفقعنا إلى رئيس ابن الحاكم وقال إنه ما يقيم قال وقال بجوزب قال خلال الشعار بالشكر العيب ولكن أبقى بشكر العيب الحاكم ما عنده كامل ولا جاء أحد من قالوا لقد حط منا قنع لي مش عدى قالوا لا يسكن أمون افتح محل مش دار علي أبو ليس من بلان ما يعرف أخبر لا أعرف غني وشلال أمبالي العام واحدة كانت محاسبة وثقاهم ما قال شلال فن إذا ما حد ما حد الموسيقى أثم الله اسمه ما حد الموسيقى ما عنده أي علاقة بالموسيقى ولا عنده أي علاقة بالفنان هذا اسمه فن لهم قلوب هذا بلغ ذلك أي جميع إحنا ثمانين وده يعون واحد منها يعني يا ده مكع عن حقوق ولا كامل ما ولا حق أي حد ليش مش مسوي قال ده لو عنا كامل إحنا هذا ما عندنا بريء سويش لما حد يعدلنا ما في يجي وسويش حد ما هو إن مرة اللي داوي الشاف ولا ما تفهمه حد يعود مدير مادة ما أعرفه مدير مادة ما أعرف مسوى ما أعرف مسوى تنقلنا اسمه هذا في خمس سنوات ويخلص مدير مسوى هو ما أعرف مسوى ومدير المسرح ما تعرفه يا شيخ هذا هو العنوان يا اخي لغه مناسب
المكان الناس هذا ما خلي ضربت حامد الفوسان بسم الرناني أنا ويشمعين منذ الصبح بها ونختار وتعاون على شو احنا مبدي كنا لا يكونكم احنا رسول صلى الله عليه وسلم ما نتكلم لا اله الا الله معناها ان عندنا الباب ما يجي يفتح امومه لا اله الا الله يلوي ما تبدا لا اله الا الله ما عندها ما هي ما قال اكفى لانه المساجد انا في الفسران الا المسجد في الفسران معناها ان من بدا ولا ان لكن اللي قام ما قام ما يقصد انا الواحد ما تقولوا شوف ويوك واحدين من العرب حسن بني حسان وفدها استدوا عندك بني حسان معناه ما خارج يجيب خارج يجيب يضل من هنا يمن يستهنى على الجارع والعدل ما تنظاهر العدل هو نسب ما يعين يجيب دهر شوف قولوا لي يجيب واحد معين خاضي والميداح اللي أنا ما بقى تر ما كتبت له أقل عين محمد ميداح ما مش كتبت معاوية وكتبت الشيخ محمد الوكا وكتبت الشيخ العافية أنا اللي قال ما عندهم أي رواية نسب تم يعين وعين الحمد لله عيننا محمد ميدا مدير ثقافي معناه ان المحرم علينا عيون محرم علينا دارش واحد كوني قال سيكو فرقه قال لي انا قال لي وطنك قال احنا قال لي ابوي الواقع الواقع تسم قال احنا الفنانين ما نعينه انت الفنانين قاعد حرها ما نعينه مش على الموسيقى ولا ثمان اكل ولد وراه كان لازم مش على الموسيقى ليطلع زمان الحمد لله في ولد حد كامل قال الموسيقى فنان محرم علي الشين قالوا تعالوا في الدول بهذه اللي رؤساء لا يعملوا فيها واللي قالت الله ما في رئيس في عزة وما في الله السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شاكرين دعوة المستقبل أن هذا الاهتمام جمعية عفوا جمعية المستقبل هذا الاهتمام اللي فكرت فيه وفي الحقيقة مفخرنا والله يوم الساعة اللي علمنا به يحنا بالحياة غاياك اللي فيه من التمالك ومن الفرح ما نقدر عبره بين اللي هذا ياسر من فضل مولانا اللي علماءنا أهدبنا كامل اللي ينكى من الإشاعات لأن اللي عندنا حرام إحنا اللي عندنا ما هو حرام إحنا مسلمين ومولانا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما فهم كيف قال العالم ما فهم مكي ولا فهم شريف ولا فهم عربي ولا فهم زاوي ولا فهم كحلاني ولا فهم مصناعي ولا فهم حرطاني ولا فهم شو اسمه وش بالحقيقة هذا بالحقيقة ما يفهم احنا والله اللي صلى والله اللي صلى تقبل الله والله اللي صلى والله ما خارج حد قد يقول على انه قطش بريد جيو معنى الكلمة جيو معدلش الشيء والله حرام ما هو خارج ما من حد يطلع حتى ما من حد قطلك وشان عدل شنو ينفع يا غير نهض الناس على ذاك اللي يالله نهو المل اللي نقبله نهضوه ذكر الله ونختتمه بمدح الرسول على الصلاة والسلام هذا معروف من اللي ما في حتى لا يقل ما قال لا إله إلا الله يلوي من يوفى هذا ملي ولن استطعت بأمداح النبيين هذا ملي معروف ومدح الرسول على الصلاة والسلام اللي حرام عندنا هو شو احنا الطلبة اللي عادت اللي حرام احنا والله ما ترينا نطلبه اللي قاعد طلبة ما ترى خارجة ولا ترينا جابرين حد ينطلب يا شاكر ومخرتنا وبالحقيقة أمصيكم
لا ذكر الله ولا تقوى الله. هذه الحقيقة. ولي الوقت وقت على ليلة الصبر وراني مختتم وشاكركم مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء بقى أول شيء بعد قاعد ندور نهل جمعية المستقبل ونشكرهم على هذه اللفتة الكريمة وهذه العناية اللي أول حد في الحقيقة. سمحوا لي شوي سلم عودوا شوي سيفيليزي. نختار نقول لكم عن هذا الاهتمام عن وقال الفناني من جمعية المستقبل هي اللي لأول مرة هذا اللي قالوا الفنانين من اللي له ياسر من الزمن يحسوا عن مرغوب فيهم وعنهم مهمين وعنهم مسموعين وعن عندهم أهمية على الأقل يسوى قاعك انت في المجتمع. المهم بعد عن هذه الجمعية والشيخ ولد الددو بصفة خاصة أذكر ولد الددو اهتم بالفنانين وهذا يلا الفنانين تعرفوا عنه معناه وقيمته. شيخ كيف هو وقد مستواه وقد اعتباره الدولي اللي نحن نعرفوه. أنا هذه من الناس اللي متابعوا بصفة متابعة ونعرفكم عدلينها كاملين في القنوات الدولية. اقبل هذه المبادرة واهتم بهذا اللي قال له منصور اللي قال له الفنانين. أنا صار ظاهر لي عنه الوساهة عدلها ما هم فرع الفنانين هم الموسيقى والموسيقى ما خالق شيء أسوأ شيء هو على وجه الأرض أعظم القرآن الكريم. والقرآن الكريم لا بد من الموسيقى. القرآن تجويده لا بد من المقامات. وتجويد القرآن الكريم حد ما يعرف المقامات وحد ما يعرف بحور الموسيقى ولا يعرف التحويلات ولا يعرف طريقة الإلقاء والأداء والإدغام والأشياء اللي تعني الحركات الموسيقية. معناها عنه خاص شيء لا بد من السجام مباشر ولا بد من لقاء مباشر مع أهل الموسيقى من أجل تحسين ومن أجل التربية الروحية للناس للبشرية من أجل يعود هذا اللي قال له بعد قاع الإنسان والروح صافية وتعود تأدي أداءها المطلوب منها بطريقة صادقة كما يريدها الله تبارك وتعالى. أساسا بعد هذا من ناحية أخرى نختار نقول لكم يا الفنانين ويا أنتم ومولي أهل الجمعية عن حقيقة ولو أن هذا قد يعود تأخر ولكن خلق مهم أنه خلق ومن أين خلق عاد خلق مفصول فيه ربما يعود هون البعض اللي كان يرى عن الموسيقى وحدها والفنانين وحدهم ولكن هذا غلط كبير. انتم لا بد لكم على الاقل شفنا شي قالوا المرشدين. المرشدين اللي ظهروا في هذا الزمن كانوا خالقي كانوا موجودين في زمن وعصورنا الاوائل كانوا ينقال لهم الابتهالات وكانوا مثل الناس يغنوا حد ما معهم الات موسيقيه ولكن اصوات تعدل شي قالوا لاحوني باصوات تعود مختلفة وتعود متفقة في إيقاع واحد وتعود مستجمة مع بعضها. هذا كان موجود وكان موجود في تربيتنا التقليدية كان موجود عندهم وهذا اختفى نظرا لعدم أهمية الناس بهذا اللي قالوا القطاع الموسيقي واستبعادهلو في بعض المتشددين في عالم الدين واستبعادهلو بعد الإهمال باطل قاعد مقاعد الفنانين يكون طاحت مثلا كيف قال قبيل أبوه نجمتهم مع هذا اللي قالوا كان زمن الإمارات وزمن اللي كانوا هم يحكوا فيه التهديد وكانوا يمسكوا فيه التاريخ وكانوا مثلا هم اللي يصنعوا الأحداث وكانوا هم وسائل الإعلام في الزمن التقليدي. هذا حقيقة كانت موجودة في عالمنا التقليدي وكانوا الفنانين فيها حاضرين. الفنانين ما كانوا مهموشين ولا كانوا مهملين في تاريخنا القديم. لا هم كانوا صناع هذا التاريخ. تاريخ والمجد كانت الفنانين وهم الصالحين في هذا البلد وكل حد يعرف. اسمع
هذا من ناحية. اليوم الصح من هذا الفوضى اللي خلقته موريتاني والتراجع اللي خلق وله للفن وحده خلق على جميع المستويات الثقافية تراجع خلق انتين، وهذا التراجع تأثر به القطاع الفني أكثر بهاش به اللي القطاع الفني كان مرتبط أساسا بالناس التقليدية اللي كانت حاكمة الوراء الإمارات كان مرتبط والله هم اللي خالق من الزوايا اللي كان عنده علاقة بالفنانين وقولوا لهم الشعر وقولوا لهم هم هذا الشغل قنا زين وكانت العلاقة مستجمة فيما بيناتهم. أنا هذا الشيخ اللي قاعد بيناتكم نعرفه مع والدي يحكي عليه يشلقنا ويقبل من عنده ويدور من عنده ونعرفه هو من نفسه من نعرفه احنا كاملين وكانت قبائلنا أولادها كاملين اللي من هتلا يتقدم أولاد الزوايا واللي تلاقوا دفتاء واللي تلاقوا الداخل شيء كان يقيس راجل يشاد حمل الفنانين ويسكن على حصيرته ده كان موجود عندنا وكان في تقاليدنا وكان جزء من تراثنا. يقال هذا التراجع اللي تكلمت لكم عنه هو اللي حقيقة حد من كل شيء ورجع كل شيء ورجع الفنانين عندهم طريقة أخرى والله نمط هون جابر تعلم الناس بالوقت ما هو اللي كان هذا تقريبا البيت اللي ينشد وتقول الفنانة طائرة ما نشوف حد وتعيط ما كان خالق ده ما كان خالق كان الفن الفنانين يمارسوه يقير يمارسوه بشكل شريف والناس ما هي واحد ذاك يرعى خالق من الناس اللي كان فنان وفنانة يقال فنانة تعود لابسة الباسة وتعود خايفة من مولانا وتعود تقيم الليل وتعود ترعى ذا اللي قال الله تبارك وتعالى وشي حرام ما تعدل والناس اللي تعدل شي ما يتوسل ما تقعد معاها والناس اللي تشرب الخمر ما تدخل عليها والناس اللي تعدل شي ما هو يلا ما تعود معاها ولا تقني تقني بخطاب مولي في شي ينفع الناس يا إما يوعيك على مجادك على صلاتك على أخلاقك على قيمك على شيء مفيد على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام على الحث على الدين على ياسر من الأشياء. الفن سلاح ذو حدين فيه الضار وفيه النافع. ألا كيف تلفزيون شاشة وهذه الشاشة صالحة لكل شيء ينبث فيها وذاك اللي فيك انت وفروحك وذاك اللي حقيقتك انت تعكسها ذا اللي لا اختيارك بك الشاشة ذيكي ما يتعود اللي إنسان عندك دين وعندك خلفية دينية وعندك عقل وعندك شيء على الاتجاه لا هي تقبض القرضاوي وتقبض الدعاة الكبار وتستفاد منهم وتستفاد من الإسلام وتستفاد من الدين وتستفاد من القيام وتستفاد من كيف تصلي وكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وكيف كانت المسلمين وتستفاد الدين. هذا من يتعود اللي قلبك أصلا في ذا النوع له ولا عت اللي من الخبط ما لا تقبل ما هو المواقع المحرم ولا الأشياء المحرم وذنه. هذا افتفي جدا عندي قال لمحمد يحاول بباطل قال لهم لمطق قولوا احنا هو قال لهم صراق مطقي ما هي قو سمع الهو وجم الدربي وهاجت فيه الصرقة والهو يهيش ما في القلب أنا هذاك اللي بقبك وهو في لاي يهيش فيك الهو منين تعود لي حارق من الناس اللي الهو يفكروا بالله تبارك وتعالى ويفكروا بالدعوة وقود لا نحكي لك مروية بسيطة سحولي يقولها والله العظيم الكريم مو سحولي نحكيها عن راسي جارحتني أنا يقال مضحي ابني شرح أمامكم إياك نسمعكم حقيقة غريبة نعرف مرة قطم شيتون عندي كاملة جديدة فيسيس وعايدة تعرس قر ومعايا صاحبي لي ولأن حاقرات روسنا ذيك الساعة وربضنا لك ودرنا فيها شمنا اللي هي الوتهات فقنا معانا شي من اللبن وشي من الروايات وقلنا عنا الزمن الخريف عنا لهين واخذوا نشربوا لابن الولد واجبار انهم اللي مدن جوخوا معاها ما تخسر شي في الطريق وقيمنا ماشيات ومن قيمنا ماشيين عيطت الخو عندي عرفه وقلت له البعضي قلت له مجموعه من اغاني كريس دبال واحد فنان من ذو ايرلندا بريطانيا وقبضت منه مجموعه من الاغاني الهادئه ودرتها في الوته ومشيت انا وصاحبتي كاردين طريق الرسول هذا ومنين مشينا الا من ياخذني هو رشراش المزون والجو زين والراع وتعرف المزون يتعقدوا درنا البنك يا هو فيه اغنيه عنده احنا ديك الساعه انا قراوا سنتين الانجليزيه يقول فيه ستاندينغ ذا ستيشن مثلا زاد انتظرني عند المحطه ومن ضمن هو تلي يتكلم على الأشياء واستقرب في هذا التأمل
في لحظة تغيرنا تماما، في لحظة تغيرنا تماما. وقمنا نبكو سنتين، وفبالله ذاك النهار اللي أنا ما قطت بلتي يطيح على راسي أبدا، من ذاك النهار ومشينا والوتة روقناها وقسنا هاللبن، وإذا طينا عند طينا قابلات المصحف ولا نقضوا كل آية ونتأمل فيها ونتبكى ومخلق الله تبارك وتعالى. ومن هذا القرآن المعجب اللي ما قد تخلقنا أبدا حتى قاع يا الله لا كلمة الله وحده، من قد يدعي أنه الله في صفاته وفي كماله وفي أسمائه. اسمع والله تمسكنا بها هي اللي عدلتنا، وإذن انصتوا لها غير الله زادتنا في الموعظة معناها عنا احنا. هذا يرعى فكل إناء بما فيه يرشى، هذا يرعى الإنسان معناها عن هذا كامل على قدو يرعى يرعاك انت. يقال خلونا فننا يا الفنانين ويا الجماعة الأخرى من الجامعة يعود فن راقي، يعود فن سامي، يعود فن يتكلم على قيمنا، ويعود فن يتكلم على رسالتنا، ويعود فن يتكلم على رسولنا.